السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الله يبارك فيك يا مولانا. بالنسبة لذكر الله بالشرط ده بيبقى على حال الدوام، على سبيل الدوام مش يعني عفوا يعني أنت كل ما تأتي عفوا كل ما تأتي تذكر الله تلبس الشرط ولا بتيجي عرضا يعني؟ مش عارف، ما هي لا كده ولا كده يعني. الذكر لو دايم كل يوم ممكن ساعة ساعتين ثلاثة يوميا. طب ما تخليك محترم شوية وتلبس حاجة محترمة يعني. يعني إذا كنت تجلس ساعة ساعتين تذكر الله البس لبس محترم يا أخي. لا حاجة غريبة والله يا جماعة. الله المستعان.